بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا علشان نرسم البوت دياجرام وبالتالي نحكم على السيستم ما اذا كان ستيبل ولا لا، وكمان نعرف مقدار حد الاستابيليتي، بمعنى ان اعرف اذا كان السيستم بتاعي ريجيد ستيبل، يعني ستيبل بدرجه عاليه، ولا كريتيكال ستيبل، ستيبل ويعني على زقه يطلع بره، او انستيبل. فده اللي احنا بنقول عليه ستابيليتي مارجن، حد الاستابيليتي. كمان ممكن اعرف القسمه ديت ما هو السيستم جين اللي يخلي لي السيستم ستيبل بدرجه معينه، واعرف ما اذا كان السيستم ستيبل ولا لا من حاجتين، يا اما من لوغاريتم الماجنتيود، يا اما من الفيز انجل. فزي ما انتم شايفين البوت دايجرام له أهمية كبيرة في تحديد السيستم ستابيليتي. علشان كده لازم نرسمه بدقة، وعشان أرسم بدقة هتبع مجموعة من الخطوات. أول خطوة، إحنا بتجينا السيستم يا إما على شكل open loop transfer function، يعني يديلك قيمة جي اتش، أو يديلك جي ويسكت وأنت تعتبر السيستم يونت فيدباك وتبقى جي اتش هي جي وخلاص، يا اما يديك البلوك دياجرام. ويبقى في الحاله ديت لازم تحدد الجي بكام والاتش بكام، وبعدين تضرب الجي في الاتش عشان تحصل على الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. تاني، السيستم لما حدهولنا حيدينا على احد صورتين، يا اما يديني جي اتش جاهزه، او يديني جي ويسكت، وفي الحاله ديت هعتبر الاتش بواحد وتبقى عندي جي اتش هي جي، او يديني البوت دياجرام. وفي الحاله ديت من البوت دياجرام لازم احدد انا بنفسي الجي بكام والاتش بكام، واضرب الاثنين في بعض وطلع الاوبن لوب ترانسفير فانكشن جي اتش. كل ده في الاس بلين، يعني في نهايه الخطوه ديت هحصل على جي اتش اوف اس. عشان ارسم بقى، اول حاجه اعملها اني استبدل كل اس بجي اوميجا، بمعنى اخر احصل على جي اوف جي اوميجا، أو جي اتش وجي اوميجا. وكمان أطلع كل الأرقام الصحيحة اللي في الأقواس، سواء اللي في البسط أو اللي في المقام، بره الأقواس. يعني أخلي الأقواس على شكل واحد زائد جي اوميجا مقسومة على، أخلي العدد الصحيح اللي في القوس واحد، يعني أطلع العدد الصحيح اللي في القوس كعامل مشترك بره. يبقى بالتأكيد البسط هيبقى عبارة عن مجموعة أقواس، سواء فيهم درجة أولى ولا درجة تانية، والمقام هيبقى برضو مجموعة أقواس
سواء كانت درجة أولى ولا درجة تانية ولا جي أوميجا مفردة. ما ننساش إن كل قوس في البسط سواء كان درجة أولى ولا درجة تانية بنقول عليه زيرو، بس إذا كان درجة أولى بنقول عليه فيرست أوردر زيرو، وإذا كان درجة تانية بنقول عليه سكند أوردر زيرو. وكذا المقام، ما يوجد في المقام نقول عليه بول، إذا كان فيرست أوردر نقول عليه فيرست أوردر بول، إذا كان سكند أوردر نقول عليه سكند أوردر بول، إذا كان بدون واحد زائد يعني جي أوميجا بس، سواء كانت أس واحد ولا أس اتنين ولا مش موجودة، دي بنحدد منها السيستم تايب وبنقول عليه ده بول في الأوريجين. بول في الأوريجين يعني أحد جذور المقام لكنه ذات قيمة حقيقية تساوي صفر، يعني يقع على المحور الرأسي. واضح يا سادة؟ طيب، يبقى أول خطوة هحول الجي اتش اوف اس أو الجي اوف اس إلى الشكل اللي قدامي ده، أشيل كل اس وأحط بداله جي أوميجا، وأطلع الأرقام الصحيحة اللي في الأقواس اللي في البسط والمقام بره، وأخليها على شكل كي في واحد زائد جي أوميجا على زد 1 مضروب في واحد زائد جي أوميجا على زد 2 مضروب في 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 إذا كان في أقواس تانية في البسط. والمقام يا إما جي أوميجا يا إما مفيش، ومضروب في واحد زائد جي أوميجا على بي 1 في واحد زائد جي أوميجا على بي 2، إذا كان في سكند أوردر يبقى لازم يبقى على الشكل 1 زائد جي أوميجا على بي 3 زائد 1 على جي أوميجا على بي 3 كل تربيع، على بي 3 كل تربيع. خلاص يا سادة؟ تاني خطوة، أكتب قيمة الجين اللي هو الرقم الصحيح الموجود في البسط اللي انا كنت كاتبه على شكل كي، هو ده اللي عليه السيستم جين، وده عباره عن مجموع اسف حاصل ضرب الارقام الصحيحه التي توجد داخل الاقواس في البسط على حاصل ضرب الارقام الصحيحه التي توجد داخل الاقواس في المقام في الحد المطلق اذا كان موجود. ده بنقول عليه السيستم جين، وده بيتحكم بدرجة كبيرة في الاستابيليتي بتاع السيستم. كل ما يكبر يخلي السيستم انستيبل، كل ما يصغر يخلي السيستم ستيبل. وهديك بس مثال بسيط، انت لما بتيجي تعلي التلفزيون بتعمل ايه؟ اذا كنت قدامك زرار فبتلفه ناحية اليمين يوم يعلى الصوت، ناحية الشمال يوطى الصوت، ده اللي احنا بنقول عليه ايه؟ الفوليوم، بيبقى مكتوب عليه فوليوم، وكلمة فوليوم يعني حجم، يعني انت بتزود الحجم او تصغر الحجم، لا انت بتزود، لا بتزود حجم ولا بتصغر حجم، انت بتزود القدرة في دائرة الصوت أو بتقلل القدرة في دائرة الصوت. طبعا لما بتعلي الصوت قوي بتسمع شوشرة ودانك تبقى خلاص هتتفجر، وكمان السماعة بتاعة التلفزيون نفسها بيبقى متهيألك إنها هتتفجر، يعني السيستم شغال مش مظبوط. إنما لما توطي الصوت شوية بتسمع وبشكل هادئ ودانك ما بتوجعكش، السماعات ما بيبقاش فيها هزة كبيرة، وبالتالي السيستم شغال ستيبل. واضح يا سادة؟ نفس الحكاية لو انت شغال بالريموت، الريموت بيبقى عندك سهم يمين وسهم شمال، لو ضغطت على السهم اليمين بيزيد الصوت ويحصل ان السيستم برضو يبقى رايح لناحية الانستابيليتي، لو ضغطت على ضغطت على اليمين، لو ضغطت على الشمال الصوت بيوطى ويبقى السيستم رايح ناحية الاستابيليتي. واضح يا سادة؟
طيب يبقى احنا هنجيب قيمة السيستم جين، وبعدين انهم جايبين 20 اللوغاريتم بتاعه اللي هو هنسميه ام نوت، او ده عبارة عن الديسيبل عند الأوميجا ما تساوي صفر، الكسب عندما يكون التردد مساويا صفر لأنه لا يعتمد على التردد. بعد كده هبدأ أكتب قيم الكورنر فريكونسيز. قبل ما أتكلم عن الكورنر فريكونسيز أذكركم بس بالكلمتين اللي قلناهم المرة اللي فاتت، وهو إن أي قوس في البسط هنقول عليه زيرو، ولو كان فيرست أوردر هيبقى فيرست أوردر زيرو، ونمثله إزاي؟ بخط أفقي ماشي لحد نقطة الكورنر فريكونسي اللي هو الفريكونسي اللي يحدث عنده تغير في ميل هذا الخط. الخط ده جاي أفقي يعني ميله يساوي صفر، عند ما اوصل لنقطة الزاوية أو الكورنر اللي هغير عنده الميل هبدأ أطلع بالخط ده وأخليه يميل ميله موجب ومقداره 20 ديسيبل لكل ديكيد. إذا كان القوس اللي في الباست سكند أوردر هعمله برضو بنفس الطريقة، خط أفقي لحد الكورنر فريكونسي، لكن من عند الكورنر فريكونسي ونطالع بميل موجب مقداره 40 ديسيبل لكل ديكيد. إذا كان القوس ده موجود في المقام يبقى بول، إذا كان فيرست أوردر يبقى برضو خط أفقي لحد الكورنر فريكونسي وبعد كده أميله بناقص 20 ديسيبل بير ديكيد. إذا كان سكند أوردر يبقى خط أفقي لحد الكورنر فريكونسي وبعد كده أميله بناقص 40 ديسبل لبير ديكيد. معنى هذا أن الكورنر فريكونس ده مهم جدا، عشان كده بحددهم من البداية. إيه هو بقى الكورنر فريكونسي؟ لو بصيت للجي اتش وفي جي أوميجا اللي قدامي، كل قوس في جي أوميجا مقسومة على رقم، إذا كان في البسط ولا في المقام، الرقم اللي تحت الجي أوميجا هو قيمة الكورنر فريكونسي. الشكل اللي أو المعادلة اللي قدامي ديت فيها كام؟ زيرو، اتنين، لأن في قوسين في البسط والاتنين دول نوعهم إيه؟ فيرست أوردر، لأن ما فيهمش جي أوميجا تربيع. في حين موجود في المقام خمسة بولز، بول اللي هو جي أوميجا يقع على المحور الرأسي، واثنين بولز تانيين فيرست أوردر اللي هما بي واحد وبي اتنين، وبول خامس أو بول رابع بس بول مضاعف اللي هو عند جذر بي تلاتة لأن ده سكند أوردر. يبقى في المقام في أربع أقواس لكن بتحسبهم خمسة بول. ليه؟ لأن فيهم واحد سكند أوردر. يبقى إذن الرقم اللي تحت الجي أوميجا اللي أنا كنت مطلعه مشترك هو ده اللي هيبقى اسمه الكورنر فريكونسي. فأنا هكتب أوميجا سي 1 الكورنر فريكونسي نمرة واحد اسمه زد 1 وده نتيجة زيرو لأنه قوس في البسط. أوميجا سي 2 بيساوي زي 2 وده زيرو لأنه نتيجة قوس في البسط أيضا. أوميجا سي 3 ده بواحد وده لأنه إيه؟ بول ويقع على الخط الرأسي. أوميجا سي 4 ده بي 1 وده عبارة عن بول. لأنه في ال فيرست اوردر وفي المقام. بي 2 برضه هو اوميجا سي 5 وده عباره عن بول لانه فيرست اوردر واقع في المقام.
إنما بي 3 كان عبارة عن سكند أوردر، فعلشان كده هكتبه بي 6 واخده هو جذر بي 3 واكتب دبل بول لأن ده سكند أوردر. يبقى أنا بعد ما حسبت الجين وجبت 20 لوغاريتم الجين بدأت أكتب الكورنر فريكونسيز بتوعي، لكن أكتب جنب كل واحد فيهم هو جاي من زيرو ولا من بول. أحيانا تبقى الكتابة متعبة، فدايما بدل كلمة زيرو نقوم حاطين أو، كفاية أو، وبدل كلمة بول نحط إكس، وإذا كان دبل زيرو نحطه دبل أو، وإذا كان دبل بول نحطه دبل إكس. واضح يا سادة كرام؟ يبقى الدبل بول عندنا هيبقى دبل إكس، والدبل زيرو يبقى دبل أو، والبول يبقى إكس، والزيرو يبقى أو. طيب حسبنا الكورنر فريكوانسيز وكتبناهم، نبدأ نوقعهم على الرسم. نوقعهم على الرسم، وعلشان نوقعهم على الرسم بقى هي دي الشغلانة اللي احنا عايزين نستعملها بشكل واضح ودقيق. كلنا معانا ورقة الرسم، في حد ما معهوش؟ طيب خليني بقى اخرج من ديت واروح للشير واجيب البلاك بورد واوريك ازاي ترسم. بصوا يا سادة، احنا عندنا ورقة الرسم اهي، ورقة الرسم اللي في ايدك اهي، وهتلاقي على حرف منها في كتابة، على حرف منها في كتابة. خلي الكتابة ديت هي اللي تحت، خلي الكتابة ديت هي اللي تحت، وبعدين اقسم الصفحة نصين بخط أفقي. قسمت الصفحة نصين اهو، خلاص يا أساتذة. تعالى في النص اللي فوق اعمل عليه بقى محورين، محور رأسي ومحور أفقي، وخليه برضو في النص كده. والمحور ده اهو هنعمله بسهم، سهمه، وهعمل زيه محور رأسي هو عامل كده. يبقى انا عملت محورين افق ورأسي. على الرأسي هكتب ان، وعلى الافقي هكتب اوميجا. اللي فاتح الميكروفون يقفله من فضلك بدل ما اقفل انا عليكم كلكم. يبقى انا قدام الصفحة قسمتها اتنين، والنص اللي فوق عملت فيه محور افقي في منتصفه ومحور رأسي في اوله من ناحية الشمال، وكتبت على المحور الرأسي ام وعلى المحور الافقي اوميجا. حاجة للنص اللي تحت، اقوم عامل برضو محور افقي، بس دايما اخليه لفوق كده شوية، لأن معظم الزوايا عندنا بتبقى موجودة في المقام، وما دام في المقام يبقى سالبة. وهم عامل برضو محور رأسي زي اللي فوق بس لتحت.
وأقوم كاتب على المحور الرأسي اللي تحت فاي، وعلى المحور الأفقي اللي تحت أوميجا. خلاص، يبقى أنا قسمت الورقة نصين همت، وعملت عليها المحاور سواء في النص الفوقاني ولا في النص التحتاني. اللي في النص اللي فوق هنرسم عليه لوجاريتمك أو لوغاريتم الماجنتيود، لوغاريتم القيمة أو الكسب أو الديسيبل. يعني الام ديت وحدتها ديسيبل، دي بي كابيتال، الوحدة بتاعها يا سادة ديسيبل. إنما الفاي وحدتها بالديجري، السلام عليكم. الو، السلام عليكم، مين معايا؟ انا احمد عادل يا دكتور محمد. احمد مين؟ احمد عادل. طيب انا عندي محاضره دلوقتي، اما اخلص المحاضره. تمام، ماشي يا دكتور، يلا بالسلامه. خلاص يا اساتذه، الفاي وحدتها ديجري، الاوميجا بقى وحدتها ايه؟ المفروض تبقى بالهيرتز، لأن دي تردد بالهيرتز. خلاص؟ وطبعا الأوميجا اللي فوق هي الأوميجا اللي تحت، ما اختلفتش. طيب أقسم بقى إزاي؟ هاجي على الرأسي اللي فوق ده أهو وأقسمه. ويبقى التقسيمة اللي أنا عملتها فوق ديت على المحور، طبعاً أكتب هنا زيرو، زيرو ديسيبل، واللي فوقها 20، واللي فوقها 40، واللي تحت ناقص 20، واللي تحت خالص ناقص 40. يبقى انا حددت التقسيمه كده على الرأسي بالديسيبل اهو، 0 فوق 20 40 60، تحت 20 40 ناقص 40 ناقص 20 ناقص 20 ناقص 40 ناقص 60، على حسب الورقه هتاخد قد ايه. نيجي للي تحت، طبعا هقسم برضو واخد كده حتة هنا صغيرة كده واقول عليها فوق 90 وتحت ناقص 90، وبعدين اللي بعديها ناقص 180، اللي بعديها ناقص 270، اللي بعديها
ناقص 360. يبقى زي ما انتم شايفين يا سادة، حددت درجات فوق الموجب شوية صغيرين، لان دايما وابدا ما تطلعش الزاوية معايا موجبة ابدا الا في حالات نادرة، دايما الزاوية سالبة لان عدد البولز في المقام اكتر من عدد الزيروز اللي في البسط، فالزاوية دايما بالسالب، عشان كده خليت الجزء الكبير تحت في السالب. ناقص 90، ناقص 180، ناقص 270، ناقص 360. واجي عند الناقص 180، انا كل ده بجهز للرسم لسه ما رسمتش، واجي تحت عند الناقص 180 واقوم راسم خط افقي. واخليه مقطع. انا مش شايف هنا خط مقطع، انما يلا المفروض ابقى اخليه مقطع. او خلينا نغير اللون. طيب خلينا من هنا نغير اللون. ونقوم ماسحين الخط اللي احنا عملناه عند الناقص 180 ده، ونرسمه مرة تانية، وطالع معانا خط احمر. يبقى ده خط ناقص 180، ده هيبقى عندي يعني احد العلامات البارزة على الرسم، واللي هيحدد لي كمان ما اذا كان السيستم ستيبل ولا لا. لحد دلوقتي حد عنده أي مشكلة في الرسم؟ طيب هخرج وارجع تاني علشان الفايل ما يبقاش كبير. وافتكروا احنا واقفين عند الرسم،